أنا أعطيك أسية. أسية يا أسية، أسية القلب عامر بزاف. آه يا أسية، قولي قولي وصل العظم. وصل ما وصلش، الحمد لله على كل حال. ملي كتشوف شي قصة نتاع شي ناس كتقول الحمد لله. عندك الصح. قبل ما نسمعوا قصة أسية، كلشي دير جيم واللي ما مشاكش شارك ويفعل الجرس باش يوصلك ديما الفيديوهات، وكلشي يكومونت على هذا الفيديو هذا، ما تخسر والو. على الاقل الا ما لقيتي ما تكومونت كتبنا مدينتك. تفضلي أسية، حنا تنسمعوك. منين غنبدا ليك؟ من الاول. خو المهم انا من كنت كان واحد الدريه تزاديت واحد العائله فقيره بزاف. الحمد لله الاب ديالي ما كانش شي اب زعما زوين ولا ضريف ولا حنيفين، كان واحد الاب قبيع بزاف. الام ديالنا هي اللي رباتنا خمسه الدراري، خمسه الاولاد، اربعه الدريات واحد دري وسط منا. المهم ضربت ترباتنا، كانت تخلينا مسكينه، كتخلينا معاه، كتخلينا من الصباح ما تجي حتى العشيه. كانت مسكينه اش غنقول لك، المهم كتحاول كتربينا الا ما صابت كاع باش تخدم هكا عند شي ناس، كتمشي كتطلب وكتجيبوا لينا كطيبوا كتجيب لينا الخبز من عند الناس وكتحطي لينا ناكلو. الحمد لله والخوكه كانت فخوره بها بزاف، ما عمرني نسالي لي اخيره. عبدي اللي ديما تضربها تيجري عليها، ومع ذلك كتصبر تتقول لي لا صبر صبر على قبلكم انتم ما عليناش. واحد النهار جات خرجات، كنا ديك الساعة كيفاش انا عاود ليك بسم الله استغفر الله. جات خرجت هكا، كنت انا والدري انا وخواتاتي ديك الساعة مازالين صغار، مع كنا كنتفرجوش في افلام تصحاب لينا واش نلعب. كيفاش غنشرحها ليك؟ ما عرفتش كيفاش نقولها لي. ايماني انا ما عرفتش اش معني ولا شي حاجه. كنتفرج في افلام بحال هكا كنلعب حسب انت صحاب لينا حنا داكشي نلعب، فهمتي؟ شي افلام خايبين؟ لا شي افلام عاديه في التلفازه، فهمتي؟ بحال داك الدعب بحال اللي دابا في السبيطار المراه كتولد، فهمتي؟ تيولدوا الاطباء وداكشي، فهمتي؟ ما عرفتش انا كنشرح ياك بعد الصوت ديالي مبدل. صوتك مبدل، صوتك مبدل أسية. ديك هكاك صافي، ديك الساعه مازالين صغار ما عارفين والو. ناضت اختي شغن نقول لك كيفاش غنشرح عليك يا رب. كيفاش غنشرح عليك ما عارف. المهم نحاول نقول لك بالاختصار، عرفتي ديك القصبه ديال القصب القصب كنديروا داكشي تاع اللعب نتاع البرا، هادي البرا هادي هادي باش ما كنلعب الدراري الصغار عارفه الدراريات الصغيرات. كنا كنلعبوا ديك الساعه فقدت الشرف ديالي. اوه مجرد لعب، مجرد لعب فقدت الشرف ديالي، مازال صغيرة ما عارفه والو. كنتي تلعبي انت واختك؟ شحال كتفهم لك أسية ديك الساعه؟ أنا مازال صغيرة تكون عندي 7 سنين ولا 6 سنين. مني جات حسيت براسي قدام وداكشي، مني جات ماما تنقول لي ماما راه مضرورة، كتقول لي مالكي؟ كتقول لي غير واقيلا غتقصحصي، ولكن قلت لها لا ماما ما قلبتنيش، ما قالت زعما بلاتي نشوف هي مسكينة كدبر معانا باش تكبرنا وتكلنا، فهمتي؟ قلت زعما ماشي حاجة خايبة. ملي بديت نكبر عاد استوعبت، عاد بديت تيقولوا الشرف هادي عندك يقوسك هادي، عاد بديت نتفكر، فهمتي؟ دابا اللي فهمت بانكم كنتو تتفرجوا في هذاك الشيء في التلفازه، ديتي كيفاش تيولدوا وكذا، وجلستي تلعبي انت واختك. كنمثلوا، فهمتي؟ بحال داك الشيء راك عارف الدراري الصغار، الدريات الصغار كيلعبوا هكا ملي كنلعبوا داك الشيء اللعب تصدق. آه.
بحال دابا كتقول لك انا نقول لك البراه هكا فهمتي كنجيبو كنلعبو هكا صافي هكاك ما عليناش مني بديت نكبر عاد بديت نستوعب اش لي حوايج لي دازو فهمتي وانا نقولها واحد صاحبتي قلت لها قلت لها ما قلت ليهاش بالضبط قلت لها واش زعما راه عندي الخوف وهداك الشيء راه واخا هكاك راه بغا نمشي زعما ندير نشوف الطبيب ديك الساعه فهمتي ولكن عندي الخوف عندي الترددات بزاف صافي ما نكذبش عليك صافي داس الوقت تعرفت مع ولد واحد الدري تعرفت معاه كان هو صراحه بغى يتزوج بيا وما بغاش الوالده ديالو اصلا انا ما كنت بغا نتزوج حيت العائله ديالو محافظه وخفت لا ياخذني ولا شي حاجه يلقانيش ماشي بنت يقول لي راك انت مع شي واحد اخر وانا ما درت حاجه ما عمر شي واحد لعب عليا وضحك عليا فهمتي حتى واحد ما غاديش يتيق واخا تقول لي اشنو وقع ليك اشنو حتى واحد ما غاديش يثق بيك حيت صراحة أنا كبرت شوية بديت نخدم خدمت ميناجات خدمت ما خديت ما خدمت مش نتعاون مع أمي وخويا خلا خدمته ملي كانت دخل الخدمة تيخدم ملي كانت عنده ديك الساعة 10 سنين بديت يخدم ملي جابها الله ويمكن تعاون مع الوالدة وخدمتي عصينا تغوت علينا ولكن داك الشيء تنجيبو كنجمعو تنقول بعدا حنا مجموعين وساترين وتنعاونو أمي صافي مشيت صافي ملي ما بغاتش مو هو ما بغاش يتفرق معايا جيت بدلت البلاصه وجيت لواحد المدينه كان الهدف ديالي هو نبعد من البشر ونبعد حيت الا مشى الاب ديالي اللي عرف بلي تزوج وعرف بلي انا ماشي بنت وقالوا لي راه يقتلني غير صفيها لي حيت الاب ديالي ماشي شي اب زعما متفهم ولا يفهمك ولا فهمتي كنقول لك انت كتسافري وكنتي ما عرفت كاع فين كنتي انت اصلا فهمتي صافي هكاك مشيت سافرت بدلت البلاصه جيت نخدم هكاك في واحد الخدمه كنت تعرفت عاوتاني مع واحد الدري كيتبعني انا ديك الساعه ما قلت لي عافاك انا راه مخطوبه عتني ابتسام ما ليق ليك ما طلق ليا درت واحد الخاتم غير باش يبعد عليا البشر فهمتي قال لي لا وحلفي لي بالله واش نتيا بصح نيت مخطوبه قلت لي لا خويا ما عندي ليش نخلف لي نحلف لك زعما انا مخطوبه ما نصلح لك ما تصلح ليا صلي الله يجيب لك ما احسن مني قال لي لا والو نتيا راك هنا صافي بديتي تبعني كل نهار بديتي تبعني واحد النهار قلت لي صافي واخا مورا الخدمه راه غنتلاقى معاكم وما مشيتش ديك الساعه بوحدي مشيت مع اختي كنت واش باغي المعقول قال لي باغي المعقول الا باغي المعقول غادي نهضر دابا مع داركم ببلاصه قول لهم الدار باش نتزوج بها فلا انت باش نتاكد انا من هضرت كنت هضر مع دارنا فعلا داكشي اللي دار هضر مع دارنا وهضر مع دارهم وقال لهم هاد راه نتزوج بها انا ومع المعقول اول لقاء لينا زعما ما اول لقاء ديالنا هضر مع دارهم ومع دارنا صافي قالت لي امي لا سخر كان باغي المعقول ولكن انا اش من حاجه اللي كنتخوف منها هي داك الحاجه اللي في الماضي ديالي زعما واخا ياخذني واخا يتزوج بيا يلقى فيا يلقى فيا الديفو يقول لك انت كنتي مع فلان ولا كنتي مع شي واحد اخر من غير فهمتي حتى واحد ما غاديش يتيق ديك القضيه صافي بدينا كتعارف صافي مني قال لها دارو صافي بدينا نخرج انا وياه بينا ندورو هكا شي نهار واحد النهار قال لي واخا زعما ما درناش لاط واخا تكون بيناتنا شي حاجه راه غتكون انت هي ديالتي قلت لي شوف اخو ولد الناس انايا ما تكون بيني وبينك حتى حاجه تنديرو لاط ديك الساعه إذا بغيتي مرحبا ونقول لي اصلا نجي ونقول لي شي حاجه غدير اصلا صافي واحد النهار تلاقيت معاه هكا قلت لي هاكين ما تقبلاش في الاول والشهر ما هضرش معايا تقطع بيني وبين اتصال صار واحد النهار قال لي صافي الا جيتيني دابا ملي جيتيني بحقيقتك وصرحتيني انا قابله بيك صافي ديك الساعه ودنا مشينا لدارنا ودارنا لقيت فيهم المشاكل بهم يتعايروا وهي من المشاكل بزاف وصلوا المحكمة ضربها راسها ودعات
صافي قالت لي امي صافي عسيري الله يسهل عليك انتيا انتيا صافي ديارة انا في مدار نفسي ضربي في مدار نفسي ضربي هو اللي كاين سيري انتيا تبعي راجلك وديروا لك انا ديك الساعة ما بغيت نمشي قالت لي يا اخوك معايا عسيري اسيري الله يعاونك بنتي ما نطياش لك حياتك حياتي راه ضاعت كيتني زنتي ما تضيعش حياتك مشيت عندهم مشيت ديك الساعة مشيت درنا لاكت عندهم مشيت لدارهم تعرفت على دارهم رحبوا بيا درنا لاكت تزوج بي عملني تزوجنا في الأول قاعد كنت كلشي زوين كلشي زوين ما نكذبش عليك دارهم كيحتارموني كلشي ملي بديت كنحب ملي بديت نتوهم كلشي بدا شويه كيتبدل كنت الساعه حامله كلشي كيتبدل امو مبقاش باغاني ولات تسحر ليا كتقول ليا راه مشيت عند هذا قال ليا راجلك راه تيخونك حشبتي واحد النهار واحد الحشب قالت ليا ما انا وراجلي ما عمرنا تخاصمنا ما عمرنا تعيرنا قلت ليها كيدي لي هاد الحجاب فما خدتو حتى انا كطبع ما عارفه والو بس جيت درتو الراجل اللي كان تيبغيني ولا تبدل عليا تيضربني تيصوتني ما بقاش يشوف قدامو كيدير داك الحجاب اسمحي لي اسيا درتو لي في المخده قالك حطيه في المخده ديال راجلك قالت لي راه غادي يبغيك وراه تيخونك انا كي طبعت سقط درت له في المخده درت له في المخده صافي الراجل تقلب بقاش كيحملني ولا كيضربني بزاف وهي اصلا كانت معاوده لواحد صاحبتها قالت لها وهي تجي عندي لك صاحبتها قالت لي بنتي بغيت نسولك واش هذيك موت راجلك عطاتك شي حاجه قلت لي عطاتني واحد حاجه راه درت له في المخده قلت لي يا بنتي ما عمرك تخاصمتي وراجلك ما عمر صلص زعما صداعكم كاع الزنقه غتخيلي انت وراسك انا ما بغيتش ندير لكم من المشاكل ملي درتي لي داك الحجاب واش ما تبدلش راجلك فعلا تبدل قلت لي سيري يا بنتي حيدي داك الحجاب وكبي عليه الماء لما يكون نقي ولا قالت لك عدوسك واش باقي في المخده قولي هذا انت الشيء اللي درت صافي من تما صافي ورجع الراجل بحال الا قلتي ما نعرفش كيف غنرجع رجع مزيان رجع مزيان رجع كيما من هذا صافي ديك الساعه وصلت ربع شهور سبع شهور كانت كتعطيني بزاف الشقا كتشقيني بزاف كنصب بناتها كيمشي وقرا واحد النهار كيكون فيه الوجع وهي هي كاينه في البيت وانا كنشطب مع الصباح الوجع بزاف قتلني ديك الساعه مازال كاع ما حكت الولاده ديالتي تلقاني هو كان توجع قال لي ما قلت له الوجع فيا غير حريق ولكن ما عرفتش مناش هو يمشي ليا قال لي انا مراه كتوجع انت هي جالسه ما تقدريش تحيدي ليها تشطبه ما بين يديا مشينا خلاص مشينا هكاك عند الطبيب قالت لي راه خاصها الراحه ما غاشاش تعب راسها هكاك رجع هنا خلاص صافي هو يمشي سافر قالت لي نمشي يعني نديباني بما ولدي زعما جيبو هكاك عارف المسؤولية راه غتكتر وداك الشو مشى سافر خلاني معاها خليك في بلاصة فيها الكونيكسيون اسيا وكل شيء يدير رجعي اسيا خليك في بلاصة فيها الكونيكسيون واللي ما مشاكش يشارك صافي دابا كتسمعني تنسمعك كملي اسيا صافي مشى قلت ليك سافر باش نعرف المسؤوليه وداك الشيء الدريه تزاد عندنا حيت عندي بنت ومسؤوليه بزاف ملي مشى صيفط ليا باش قال لي هاكي صيفط ليا ديك الساعه 16 في ليا تكسي منها وقت الدريه اللي مازال ما تزادتش المهم شي حاجه اللي خاصك قالت لي لا مني جات لا مازال شي تقطع عندك اسيا ديال البلاصه اسيا بدلي البلاصه كلشي دابا كتسمعني هضري يا اسيا دابا كتسمعني تنسمعك كملي
ديك صافي مني جاب مني صبت ليا الفلوس شداتهم ليا هي قالت لي لا راه غيجيو عندنا الناس وهكا وهكا، خاصنا خاصك شي ماريو مع داكشي مازال ما عندنا ماريو لا والو، قلت لي خاصك شي ماريو داكشي ماريو باش لمي في حوايجك. انا مشيت عطيتها فلوس شرات ليا الماريو، ومني دخلت للسبيطار ديك الساعه لحقت وقت الولاده ديالتي في السبيطار ما كانش واحد اللي ترحمك. مشيت نهار الحد في الليل في الوجع، ومشيت نهار اثنين وتنقول شي وحده ولدينو في الموت تاع الوجع كنتوجع كنقول لك بغينا نولدو خاص البروفوار تدوري معاهم الفرمليه لا طبيبه ضروري التدويره. ديك الساعه ما عنديش، ديك الساعه صيفط لي انايا، ديك الساعه اللي قلت لي انايا حطيته في الماريو ما عنديش، كنصوني لي تيقول لي غصبري عليا تخلص عاوتاني خلصوني وصيفط لي حتى نقول لي راه كنتوجع وما عنديش، قال لي راه امي عندك. كنقول لها ما بغاش تعطيني، هي عندها الفلوس عندها الفلوس وما عزقاتنيش. قعدت انا في السبيطار من نهار الحد ما ولدت نهار الجمعه مع الاذان عاد ولدت بالوجع، ما كانش اللي يدور معايا. تزوجت واحد المراه ويجيب لي خال راجلي جاب لي الفلوس قال لي هاكي دوري معاهم. ديك الساعه مع الاذان تاع الجمعه تاع تزوجت واحده قلت لها عافاك انا ندور معاك معايا الفلوس ها ولدي عافاك غنفك على خير وبخير نعطيك راه ما عنديش راه خل راجلي اللي عطاني فلوس راه ما عندي حتى درهم. صافي ولدتني يعني ولدت صوري ابن امي، وديك الساعه كانت مشطونه مسكينه شافتني من الحد وانا كنتوجع جيت مسكينه في الصندله تاع الميكا كنتفكرت في الصندله تاع الميكا ما عندي سبت لي مسكينه تسلفت وشرات لي السفوف ودارت لي السفوف ودارت لي كلشي شد لي الحلوى شفت لي مسكينة ملي دخلت عليا في السبيطار في الصندلة تاع الميكا تقطع قلبي قلت لي انتي ما عندكش وانا زدت عليك انا هي قالت لي امي ما يهمنيش قالت لي غتكوني بخير وتكون بخير هكا ديك الساعة راجا تلقى في بطقة واحدة جات هو راجلي صافي مشينا ايوا صافي هكاك خرجت من السبيطار مشيت داك الحلوة اللي جابت لي امي ما شتاش حد الان كي دايره ولا سفوف هكا كذلك ملي مشيت ما كان لي تنبيك ما كان هو قال لي امي عاد خرجها بنتي نجيب لك غير الدوار راكي باقي لعبت نجيب لك الدوار باش قلت لي امي لا راه ما خرجتش تجيبيها ما ناكلهاش حتى راه كيشوفوا هما يا انا نافسه وداك الشيء وما جابوا لي حتى حاجه قلت لي عاسك ترى ما بغيت حتى حاجه صافي شافت اخت خالت راجلي ديك الساعه شفت والو ما كان يجيب لي مشى براجلها جاب لي الدواره شموديه وعطوني باش ناكل قال لهم قالت لي قالت لي العدو تحشم عليك المره نافسه وما عطيتيهاش تاكل صافي هكاك كان الحليب ديك الساعه مشى لي الحليب عاوتاني بالاعصاب مشى لي الحليب ما بقيتش كنرد على بنتي كيجيب لي راجل الحليب وكتهزو ليا وكتدير بنتي كتصفر بنتها ما تلقاش بنتي باش نعطيها بعض المرات نطحن الحسوه كنطيب الحسوه ونطحنها ونعطيها ليها ديك الساعه عندها شهرين او اقسم بالله كنطحن الحسوه المهم علاش كبرت ولات عندها عام كنمشي لدارنا مبرناش عاوتاني تبدل ما عرفتش كنمشي لدارنا كنقول ملي كتعطي ليا كطلع وانت مسكينه وتعطي ليا وتقول ليا كنرجع عند راجلك صبر يا بنت صبرت 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 واحد النهار عاوتاني باش طول مشي عامين ولا ثلاث سنين وبقى الصبر فينا كاع وقعدت عند الدار ومادي باش نمشي عاوتاني انا عاود لك باش نمشي كنت مازال كاع ما مشاها كنت عند الدار وشيخي كتحرج فيا او اقسم بالله كنكون هكا في الكوزينه ابها كنكون هكا في الكوزينه واحد النهار دخل عليا ما عرفت واش مريض واش مالو كيقول لي شوفي ديك الساعه
جابوا يشد ليا وجهي حتى يشوف عافاك. راه الشيطان راه انا مرت ولدك شنو صافي يشد؟ الله. شنو يشد؟ كان كوشد ليا وجهي فهمتي. اها شتي عافاك تاخي الله انا راه مرت ولدك. قال ليا لا تا ولدي راه كاين راه تا هو كيناس ليا مع مرتي. كيفاش؟ يا دي لا راه تا ولدي كيناس ليا مع مرتي فهمتي. كيفاش ولدي كيناس ليا مع مرتي؟ ما فهمتش. هو بحال الا مريض فهمتي تيصحاب دي ولدو كيناسني مع مرتو مع امو. وديك الساعه اصلا ملي جاو لدارنا ديال خويا انا قال لي شتي كناسني ليا مع مرتي بحال الا مريض فهمتي. وداك الشيء دابا تخيلات اللي تيتخايل قال لي دابا بحال قال لي ملي شفت انا ولدي انا ناعس ليا مع مرتي فهمتي يا ناسي معايا. صافي مشيت قلت له قلت له هذا ربا بعدا صافي تصدم. قال لي صافي غدا الصباح غنجمع حوايجنا وغنمشيو. ملي صافي مجمعنا حوايجنا صافي بدات مو كتبكي وداك صافي رجعونا ما بقيتش مشينا. قالت لي علاش بغيتي تمشيو؟ انا ديك الساعه ما بغيتش نقول مرتو كاين وكاين راه راجل كيتحرش فيا كيتحرش بيا ماشي مره ماشي جوج. صافي عقب قال لهم هو هكذا هكذا داك الشيء علاش بينا نمشيو. يلا نصدقوا مطيحين الروح. صافي عقبنا هكاك صافي قال لي غصبري مشى. مني مشى هكاك 3 سنين هو ما بقاش كيصوني ما بقى كيسول. صافي قلت قلت مات. صافي 3 سنين ما كان لي صرفي عليك على الاقل درهم الا بغيتي غمشطه ديال الدرهم ما كان لي يجيبها ليك. بعض المرات ما كنكونش عندي كنهز الصباط كيتخطى عليا كنخيطو نلبسو. بنتي ديك الساعة ما تيكونش عندها لي كوش كديريها الشراوط. المهم تكبرت صافي عقبت مشيت للدار. ملي مشيت للدار عاوتاني داك الشيء اللي كان عندهم كتار من داك الشيء اللي في دارنا كنخلي بنتي ديك الساعة كنمشي كنخدم في واحد الفران 600 درية من الصباح حتى العشية باش نجيب لبنتي الحليب ونعاون أمي. من الصباح 6 الصباح حتى 8 كتشدي ديك 600 درية وتنقول الحمد لله. هو مشى ما تيسول فينا ما واعر مشى 3 سنين 3 سنين هو ما تيسولش ما تيسولش 3 سنين ما تيسول ما والو. صافي لا دعوتني بوي بعوتني واحد النهار ضرب امي بالكربه ضرب عيني صفق لي عينه. خرجت من واحد العالم وتعاودت. ملي مشيت للبوليس ديك راه ريت بيك ترى ضربها وتحابيت على امي قلت لها ما تضرباش واش بغيت تقتلها عينها كلها تنفخات ليا وكحالت. ملي مشينا لعند الكوميساريه قال لهم هي راه براجل تخرج عليا لحنا الزنقه انا وبنتي. ما حمنيش رحلي الزنقة برحلي في الزنقة مشيت عاوتاني سافرت رجعت لذاك البلاصة اللي تلاقيت معاه. راجعين نهار الأول خدمت ما خليت فين خدمت. صار واحد النهار 3 سنين ورا 3 سنين هو يصوني هي قال لي السلام كيف السلام كيف كنت نسحب لي وشمتي نبغى نشد عليك حق الله. قال لي انت راه شي ظروف وداك الشيء يعني هي راه كنت مريض وفيها واحد الحصفرة درت ليها العملية وهكين وهكين. بنتو كبرت بنتو عندها 4 سنين صفت لي انا اللي صفت لي انا اللي صفت لي مركوب باش يركب يجي عندنا. صفت لي 20,000 ديك الساعة باقي العيد قرب العيد الكبير وكبرت بيت ليها قبيت ديك الساعة موشت. المهم درت كلشي خدمت في كلشي حتى كونت راسي عاوتاني براسي انا وبنتي وجبت معايا اختي باش تشد ليا بنتي وانا نمشي نخدم ونخليهم في الدار. جا
جا هكاك صافي تلقيت لي جا صفت لي 20,000 وجا صافي قلنا زعما مرأة مسامح كريم ربما يتبدل بنادم ربما هكا صافي كبرت بي واش هذيك الساعة جا بالشورت ونسكن ما عندي حتى حاجة ما جاب لا صاك حتى حاجة مني اكو تغدينا وكلينا وداك الشيء كيشوف المهم راه غنشريو العيد قال لي ما عنديش قلت لي لا راه ما واحد البراكه من غير داك 20,000 اللي صيفط لي قال لي ما واحد البراكه نشريو بها العيد ولكن دابا انت نعطيك الفلوس حيت راجل اختي اللي شرا لي العيد غدير بحال الا انت حيت انا ما رضيتش بحال الا انت اللي عطيتي الفلوس وانت اللي بغيتي تشري وراه انا اللي عطيتهم من جيبي هاك معليش مشينا قبل العيد فرحنا معاو بيا خوتي وجاو عندي قال لي الحمد لله بعدا راه جمعتي شملك الحمد لله ولقيت لي واحد الخدمة عند واحد السيدة سيكيريتي كيخدم سيكيريتي في واحد الشركة خدمة مزيان وديك الساعة مني مشي بغا يمشي يخدم قالوا لي لا خويا شتي الخدمة ديال السيكيريتي ما خاص تجيب الشوط ونسكو قال لي راه ما بغونيش نخدم فيه معليش انا غنمشي معاك السوق ونشري لك الحوايج شريت لي عاوتاني الحوايج كلشي شريت لك كلشي تكونت وتدار كلشي خدمت بدنا عاوتاني السكن بدنا البلاصه وسكننا في البلاصه اخرى المهم كون راسو خدم وشرى تليفون ودار لاباس وداكشي دوزنا العيد الحمد لله واحد النهار مشيت للخدمة نوضت زعما فطور كنت نوض فطور وداك الشيء قال لي صافي واخا ترى واحد النهار في الصباح ناض شد الكار ما قالش لي لا تب سلامة ما قالش بدي تب سلامة صفت لي غير ميساج قال لي انا مشيت انت كيفاش قال لي انا مشيت انا قلت لك ما تخليني انت كيفاش زعما قال لي بغي انا مشيت ما تلقتش نكذب عليك واخا صفت لي داك الميساج ما تلقت قلت داك السيد قال لي مال الفلان علاش ما جا الخدمه مش حط لي الزوارت قلت لي اويلي راه مشى الخدمه راه انا فيقت راه انا فيقت وقلت لي فطر وتسيني قلت لها صفت لي الميساج ولكن ما تقش قالت لي لا انا ما جاش الخدمه جيت للدار ما لقيتوش حط الصوارت ومشى صافي متسباك مشى دابا كاسوني ما كان يجاوبني اشنو خسر عليا خسر عليا البلوكاج بلوكاج وصافي صدمت كذب عليك حالي تحطمت وكون غمجة حالي تحطمت وليت نمشي في الطريق بس نحش تنطيح راسي كيضرني بلبه راسي دابح ليا كيضرني معرفش من ناش كلشي الفلوس اللي كنت جابها وداك الشيء هزو بلي مشى بيت ندوي راسي ما صدتش حاطه بلي بلي مشى دابا بنتي كنطر ونطر تقول لي فين هو بابا مشى عاوتاني وخلانا حنا كذب شايلك عييت هي قصتي يا اسيا صراحة شان نقول لك اي واحد يتفرج يدي مع اسيا اسيا انا الدعوة ديالكم ادعوا معايا كل شيء معها اي واحد سمع القصة ديالها ما تخسر والو تدخل لها كومونتا دايلاش دايك شبلا شي دعوة اسيا نتمنى ربي يفرج عليك وفي نفس الوقت ما تبقيش جالسة نوضي نقولو ديري شي حل
باش بقى قاسه بحال قله دعيه ولا شي حاجه باش تمشي لشي عاوتاني تحسين اخرى وانت ما عارفه بلا راه ما مزوجه ما مطلقه صعيب. وي دابا راه صيفطات لي صاحبتي تصاوري حيت تطيح في الزنقه ما تنحش تطيح واللي مكروده من رجليه. كيفاش صيفطات لي تصاوري؟ فهمتي رجليه كله مكرودين فهمتي تطيح في الزنقه قالت لي هي اللي صيفطات ليه؟ صيفطات لي صيفطات وي مابقاش اسمع بس واحد دقيقه مابقى شي مشكل. شنو قلتيها صاحبتي صيفطات لي تصاوري كتشوف حشومه داكشي اللي كدير في المراه المراه كتزرقاء وما كتحس براسها كطيح. اجي ايديا وريت لك وريت لك دابا رجلي فيها واحد العلامه هاد السيمانه هاد السيمانه مشيت وطحت ما حسيتش كي وليت كنمشي وكنحس تطيح راسي كتشد عليا كطيح شي بلاصه ما تنعقلش فين تطيح. كلشي ديما بالشفاء الله يجازيكم بالخير. اي واحد تفرجيتي معاه بالشفاء كلشي ديما باش نقول لك اسيا الله يدير لك اللي فيها الخير والله يفتحك الباب والله يرزقك في فرحة نفسك هادشي اللي تدوزي منه والله يهديه هو على راسه. نتمنى ربي يهديه ربي يهديه. كلشي ديما اسيا نعم اسيا الله يحفظك شكرا مرحبا تمنى ربي يفاجئ عليك شكرا لك ربي ما شاء الله كلشي كاع في الكومونتات شي ديما كلشي كخلي لها شي كومونتات شي كومونتات شكرا الله يحفظك.